أحبتي وسادتي مشاهدين الأكارم، متابعي مسابقة وجيهاً بالحسين، الحلقة الثالثة والمرحلة الأولى من هذه المسابقة من على شاشة الكميل الفضائية. وصلنا وإياكم إلى المتسابق ما قبل الأخير، مرة أخرى إلى البصرة الفيحاء، وهذه المرة مع الملا أمجد عدنان. أمجد الهاشمي، محافظة البصرة، العمر 30 سنة. أول من شجعني على هذا الطريق، طريق الحسين عليه السلام، هو أهلي وبالخصوص أمي، وتأثري كثيرا في المدرسة النجفية، وذلك لأصالة هذه المدرسة وروحية هذه المدرسة في العزاء. أكيد أنا هنا اليوم حتى أوصل رسالة الحسين، هذه الرسالة السامية، وإن شاء الله أكون قد هذه المسؤولية وقد هذه الرسالة، وإن شاء الله أوصلها بأحسن صورة تليق بالحسين عليه السلام. الأخوة الحضور، الأساتذة، أعضاء اللجنة، محترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام سيدنا وبركاته. سيدنا حياك الله وقواك الله من البصرة إلى كربلاء كل الهلبي. الله يقويك. سيدنا أمجد عدنان محمد. أمجد الهاشمي، أمجد عدنان محمد من البصرة. قد عمرك؟ العمر 30 سنة. حياك الله. الله يحييك. الله يحييك. يا بعد روح. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما مايت رسائل من ضعنهم ليش، رسائل من ضعنهم ليش، مايت مايت قلع حسين فوق الخيل. ويلا ويلا. مايت والله قال حسين، حسين فوق الخيل. ما شاء الله. مايت صدق صاحت على التربان. اي والله اي والله. مايت صدق طاحت على التربان، ميت وضام وداستك خلال ميه، وضام وداستك خلال ميه. الأبوذية من كلمات الشاعر موسى البديري. أحسنتم عم أكرم. جرحي صار بطول ساعة ما طلعت من الخيم، سيدة زينب سلام الله عليها. وجدمي ضاع بديرة ماكو بيها ذرة من الشيم، جرحي صار بطول ساعة ما طلعت من الخيم، وجدمي ضاع بديرة ماكو بيها ذرة من الشيم، جدمي ثجيل ما امشي الا ويا اخوتي، دربي طويل والغرب حدايتي، دربي طويل والغرب حدايتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جرح صار بطول ساعة ما طلعت من الخيام، جيد مضاعي بدير ماكو بهذر من الشيام،
جدمي ثجيل ما امشي الا ويا اخوتي، دربي طويل والغروب حد دايتي، والغروب حد دايتي، جرحي صار بطول ساعة ما طلعت من الخيم، جدمي ضاعي بديرة ماكو بها ذر من الشيم، جدمي ثجيل ما امشي الا ويا اخوتي، دربي طويل والغروب حد دايتي، والغروب حد دايتي، كل شي راح ويا الخيم، نظرتي الشامي السهم بعيوني، جاباوي النوقي الهزل امشي واعثر بالحبل خلوني، اميره وما مشيتي الا بكفاله، العيدها خيال خوت لوذي بخياله، أميرة وما مشيتي إلا بكفاله، العيدها خيال خوت لوذي بخياله، طلعتي وحالتي من الضيم حالي، وحيد قبار جي شي من النذالة، طول صاحب رايكون نمشي برالي اخو، وضعني صاحب خيمه وانا خيامي سلب العدو، مالي تشفيل والرمح تتشايتي، دربي طويل والغروب حدايتي. من كلمات الشاعر السيد علي المدني. أحسنت يا سيد، أحسنت، طيب الله نفسك ونفسك، الله يوفقكم. الملا أمجد عدنان محمد من البصرة، أستاذ واثق حبيبي سيدنا موفق إن شاء الله، نص متكامل، عاشت إيدك على هذا الاختيار، وحدة موضوع وبناء وربوطات ولا يخلو من الصور الشعرية والخيال الجميل، موفق أنت والشاعر. الله يوفق حبيبي جميع إن شاء الله. ولا قحطان البديري حبيبي سيدنا، كل الهلا بيك يا بعد روح، ايش قصر لك تقرا مولاي؟ والله لي فتره هواي من 2004. اي مبين مادود ركوزاتك، ادارتك للمجلس صح، الحمد لله، اختيارك للطبقه سليمه، الشهاده اعتزلها على 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 بعض الجوابات والجرأة النغميه جميله جدا. القصيده لحنها لك صح؟ نعم. جميل جميل، انت هم ذكي سيدنا في اختيار اللحن المطابق على الحنجره. الحمد. انا طماع، اي انا من زمان معروف عني صاحب الصوت الجميل، اطمع بانه يعطيني عطاء بخدم. وانا متاكد ورا هاي الحنجره اكو بعد حنجره وعطاء اخر، الله يوفقك يا ان شاء الله. ان شاء الله فضيله الشيخ عبد الصاحب الطاهر. سيدنا ما اضيف على اللي ذكر الاساتذه، سيدنا كنت مبدع وواضح القدره والمقدره والاداء، واعطانا شيء جميل، قصيده جميله سليمه عقائديا لغويا، الحمد لله. بارك الله بيك، هذا اهم شيء انا عندي، ونتوقع منك اهم نقطه هاي المزيد ان شاء الله. نعم، يعني المرحله القادمه اذا صعد ان شاء الله، اللي يريد امول قحطان اني اشوف شيء بالخدمه. حلو امول قحطان، عافيه. نعم. عافيه شيخ صاحب جيراني. احسنتم احسنتم. الى الاحساس وعطر الاحساس، الله يحفظكم والمسك، الله يحفظكم ان شاء الله. الشيخ حسين الاكرم هسه يسوي لي مشكله، هذا هو صبرونا لا ينضرب عيني معود، هو اني اسولف وياك واتباوع له، اقدر احكي انت يعني مو مدحا فيه ذما فيه، ها المهم تاج راسي نكايه بك، ماشي تاج راسي كلكم. الله يحفظكم سيدنا العزيز سيد امجد، موفق ان شاء الله. الله يوفقك. صوتك يعني من تلقائيه النغم البي يعني يذكرني بأهل اليمن. نعم، أهل اليمن، وما أدراك ما اليمن،
في صناعة النغم خصوصا في المدائح والأمور النبوية يعني فتشي ركوزات نغمية صعبة تكون ثبات النغم عندك الركوز مثل ما تفضل أستاذنا العزيز أبو عباس قادمك يا ذكاء عندك هذا الحضور أيضا المميز طبعا لازم تعرف أين تستقر بك النوى صلى الله عليه صاحب العصر والزمان يعني وين تجد نفسك وحنجرتك وين تجد راحتها يمكن بالبداية طلعت إلى طبقة عالية جدا مو أنت يعني حسيت أن أنت طلعت من شخصيتك النغمية والصوتية طلعت منها أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق وأنت من الأصوات المهمة والجميلة والمؤثرة بارك الله فيك إذن نتمنى نشوفك مرة أخرى سيدنا العزيز الله يبارك فيك إن شاء الله شكرا لك شكرا شكرا حبيبي ملا الله يبارك فيك إن شاء الله عندي إعجاب بخصلة من أصوات اليمن إنه العرب الزايدة والحنية الزايدة إحنا مثل ما نسميها أي فالحمد لله والشكر هذا الشيء أفرحني إنه أكون أصوات اليمن متروسة عرب مثل ما نقول بلهجتنا العراقية الحمد لله والشكر هاي وشهادة من أستاذ الكبير حسين الأكرف رجالي يعني شوفته فوز الحمد لله والشكر